بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس الاتحاد الروسي، سيدات وسط، بدعمكم وبدعم الله وبدعم القيادتين الروسية والمصرية وتحقيق جميع الأمور وبعد الحصول على السماح في 30 من أغسطس لإنشاء هذا المشروع، أفتخر بإعلان أننا مستعدون للصب الأول للخرسانة في الوحدة الرابعة بمحطة الدبع النووية. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، أرجوكما إعلان البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله نحن نقوم بالصب الأول للخرسانة في الوحدة الرابعة بمحطة دبع.